ممكن أعرف أنا ليش هني؟ وشنو تبي مني بالضبط؟ ممكن تفهمني؟ لا تصارخين، لأن ما حد راح يسمعك، فهمتي؟ يعني شنو أفهم؟ أفهم إنك أنت خاطفني؟ لا يا هبة سياح، طبعاً خاطفك. زين ليش كل هذا؟ ليش؟ أهدي ولا تصارخين؟ عشان اقول لك عن كل شيء. الفك ايدي. سمعيني بالاول وعقبها فك ايدك. وان سمعت صراخك بهاللزاق هذا هلزق حلجك. اي شدي شاطره. هتخليني نزعل منك؟ أنا ماني بصدقه. أنت عمي اللي من لحمي ودمي تسوي فيني كذي. أحيانا يا بنت أخوي الظروف تجبرنا نسوي شيء مثل هذا. وين وصية أبوي؟ يوم قال لك إنك أنت تحافظ علي وعلى حلالي. لا تقولين حلالي. الحلال هذا ليانا مو لك انت بروحك. بس هذا حلال ابوي ورثي. ورثي انا اللي سويت الشركه، انا اللي اشتغلت وشقيت وتعبت وبنيت الشركه هذه على اجتافي. وانت تذكرين هالشيء عدل؟ اي بس انت كنت تاخذ مقابل كل شيء قاعد تسويه. شنو كنت تاخذ؟ اللي كنت تاخذه من ابوك اقل من حقي. وبعد وفاته اتوقعت يكتب لي شيء يذكرني بشيء، مع ان انا كنت بجابله بالمستشفى 24 ساعة. وانتي تذكرين هالشيء عدل؟ زين عمي شنو اللي تبي مني بالضبط؟ وانا اعطيك اياه. بعد ظهور وليدو ما افتكر راح اخذ اللي ابي، لأن وليدو راح يلط اللي أكو اللي ماكو. عمي أنا مستعدة أعطيك اللي أنت تبي، ووليد ما له شغل بحلالي. لا يا حبيبتي، أنا بسوي اللي أنا أبيه وبالشكل اللي أنا أشوفه.